زلنا أيها الأعزاء في الأرض المقدسة، فقد انطلقت في بلدة بيت لحم المسيرة السنوية المعتادة احتفالاً بانتهاء الشهر المريمي، حيث ابتدأت المسيرة من ساحة كنيسة المهد وصولاً لمؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يا أولاد مريم وافوا للسرور في شهر تكرم من بين الشهور، اقبلي يا مريم إهداء الزهور، كل من دعاها يا أم بتول فاز من غناها بالأمر المسؤول. يا ابنة حبيبة للآب الممدوح، يا أم عجيبة يا عروس الروح. بهذه الكلمات ابتدأت المسيرة السنوية احتفالا بانتهاء الشهر المريمي في بيت لحم. المسيرة التي انطلقت من ساحة كنيسة المهد مرورا بشوارع بيت لحم وصولا لمؤسسة العمل الكاثوليكي، تخللت دورة العذراء صلوات وتراتيل وصلات المسبحة الوردية وطلبات وتأملات، تقدمها الصليب المقدس والمبخرة والأعلام، ووضع تمثال أمنا مريم العذراء المكلل بالورود على مركبة خاصة طافت شوارع بيت لحم القديمة، وأيضا أيقونة العذراء التي حملت من قبل رئيس الدير والتي باركت بيوت وأزقة بيت لحم القديمة. والمسيرة كانت بحضور ومشاركة واسعة من الكهنة والراهبات والمؤسسات الدينية والرسمية ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم وحشد كبير من المؤمنين وبتنظيم من كشافة تيرسانتا نسور المهد. وزي ما انتم شايفين الناس كلها مبسوطة فرحانة، ان شاء الله يا ربي بركة العذراء مريم بتعم على الجميع، ان شاء الله يا ربي بتكون كل الناس مباركة بهذا الشهر. احنا بنحتفل بعيد امنا مريم العذراء، وعملنا دورة احتفالية من باب الدير للعمل الكاثوليكي. هاي نعمة كبيرة أنه نحتفل بالعيد اللي إمنا العذراء دايماً مرافقتنا طول أيام حياتنا، وإحنا موجودين بنعمها وبخيراتها علينا. بالنسبة لي عيد زيارة سيدتنا مريم العذراء اللي نسبتها لي صبات عيد جداً مهم، خصوصاً أنا تربيت على هذا العيد، رعيتي رعية الزبابتي هي بالضبط تحمل هذا الاسم رعية سيدة الزيارة. واليوم هذا العيد له معنى كثير كبير بالإضافة لإلي كراهبة وكمان كرعية وكمان لكل الجماعات المسيحية. اليوم العذراء في زيارتها لصباتي حملت يسوع، فهذا العيد هو فرصة لكل واحد فينا أنه يتذكر أنه وين ما راح لازم يحمل الرب لكل شخص بيلتقي فيه. كل سنة وانتم سالمين، آخر يوم الشهر المريمي، ونشكر الله الحضور كان كتير حلو عشان العذراء، والله يحمي الجميع والعذراء تحمي بلادنا وتجيب السلام. مشاركتنا اليوم كبلدية بيت لحم في هذه الدورة اللي بتعطي الأمل والبركة لشوارع مدينة بيت لحم، واللي بتنشر الفرحة وبتنشر الإيمان ما بين مواطنين مدينة بيت لحم، هي دورة دينية رئيسية ومركزية في مدينة بيت لحم، ودائما نرى الفرحة والإيمان في عيون مواطنين مدينة بيت لحم، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير والعذراء تحميكم. وعند الوصول للعمل الكاثوليكي تم إعطاء البركة من قبل الأب رامي عسكري راعي الكنيسة، وبرفقة الأباء الكهنة والشمامسة وسط تراتيل خاصة للشهر المريمي. بهالاحتفال الحلو اللي سويناه في بيت لحم دورة العذراء مريم، طلبنا الصلاة من خلال بعد القداس أن العذراء تكون دائما بقربنا، تعطيها العالم السلام، سلام يسوع، سلام يعطيكم لا كما يعطي العالم، سلام والمحبة بين العالم، تنتهي الحروب ويحل السلام وتحل البركة على عائلاتنا وتحميها من كل شر ومرض، آمين. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.